فالله جل وعلا أرسل إلينا هذا الرسول وأنزل علينا هذا الكتاب وأمرنا باتباعه، اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. اليوم كما تعلمون هذه المواقع التي تعددت وتنوعت وفيها ما فيها من الدس والتغيير والتبديل، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله عنه قال إن كنا على ضلالة فجاء الله بهذا الخير، أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف منهج السلف الصالح من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم ليكون معهم. وهذا يحتاج إلى صبر أيضا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يحتاج إلى صبر. فهذا هو واجب الجميع لمن يريد النجاة والتوفيق بيد الله، ولكن بذل الأسباب مطلوب ومأمور به، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والثبات عليه إلى أن نلقى الله به، وأيضاً أن نتواصى فيما بيننا بالحق، تواصوا بالحق، نتواصى بالحق واتباع الحق، وذلك بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يحتاج إلى صبر. كما تعلمون اليوم ما يروج في المجتمعات من التضليل ومن الأفكار المختلفة المتجاذبة. الحمد لله نحن معنا هذا القرآن الكريم وهذه السنة النبوية وهذا المنهج الذي نسير عليه، منهج السلف الصالح. لكن هذا يحتاج منا إلى أمرين. الأمر الأول أن نتعلم هذا المنهج وهذا المسلك وهذا الطريق، أن نتعلمه على العلماء العالمين به. ثانياً أن نتمسك به ونسير عليه. ثالثاً أن نحذر من الدعوات المضللة والأفكار المنحرفة وما يدور في الساحة مما تعلمون. كان في الأول الشر يقصر أو قاصر على من جاء به ولا يتمدد، الآن جاءت هذه الوسائل التي تمد الشر بالمشارق والمغارب، كما جاء في الحديث في آخر الزمان يخرج الرجل فيكذب الكذبة فتبلغ المشارق والمغارب. وهذا وقع والله أعلم، وقع الآن والله أعلم، وربما يأتي ما هو شر منه. فعلينا أن نتمسك بهذا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا في الصحابة. فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، كل ضلالة في النار. هذا ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليكن منا على بال ويكن منا على اهتمام. فالمسألة مسألة خطر اليوم،
اليوم الخطر شديد، ودعاة الضلال كثيرون، دعاة الحق قليلون، ولكن فيهم بركة وفيهم خير، فلا يحملنا قلة دعاة الحق وكثرة دعاة الضلال إلى أن نتحير، بل نجزم وناخذ الطريق الصحيح، وإن صادفنا فيه ما يصادفنا من المشاق، وإن خالفنا أكثر الناس، وإن سخر منا كثير من الناس، لا يهمنا هذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.